هاي يا حلوين، كيفكم اليوم؟ اليوم حددت لكم اطيب وصفه ايس كريم. هنعمل سوا ايس كريم على بلو بيري تشيز كيك. هنعمل على نكهه القهوه وعلى نكهه اللوتس. طلعوا ما احلاها. هقرب لكم شوي تشوفوا القوام تبعها، بجنن. فيري فيري كريمي مثل تبعيه المحلات، يعني ما حتحسوا انه هيدي البوظه المثلجه، بوظه تبعيه الشخص. عن جد كثير حتحبوها، والوصفه كثير سهله، يعني انجا المكونات كثير بسيطه ومكونين اساسيين، وبعدين بننكهن حيطلع معكم اطيب ايس كريم. احضروا هذا الفيديو للاخير واعملوا لايك اكيد للفيديو وسبسكرايب لقناتي، ويلا خلونا نبلش باطيب وصفه ايس كريم. أول شيء المكونات اللي بنحتاجها لتحضير الآيس كريم، مكونات كتير بسيطة. كل يلي بدنا إياه هو الويبينج كريم اللي هي كريمة الخفق، والكندنسد ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى، وبدنا النكهات يلي بتحبوا أنتوا تضيفوها على الآيس كريم. أنا لليوم حأستخدم اللوتس، حأستخدم القهوة، وحأستخدم كمان البلو بيري. أنتوا فيكن تشكلوا وتضيفوا. هلأ بالخلاط ححط 500 ملليلتر من كريمة الخفق، وحضيف عليهم نصف كوب من الحليب المكثف المحلى اللي هو المعروف بالنسلة. هلأ يلي بده يعوز الكريم شانتيه اللي هي كريمة الخفق اللي بتجي على باودر، أكيد بتقدروا تعوزوا الكريم شانتيه. حتحطوا 4 ظروف من الكريم شانتيه مع كبيتين من الحليب البارد، أهم شي الحليب يكون كتير كتير بارد، وبتزيدوا نفس كمية الحليب المكثف المحلى اللي هي نصف كوب. هنحطهم هلأ بالخلاط وحنبلش نخلطهم. هلأ نحن ما بدنا اياهم يوصلوا لقوام الكريمة اللي منعوزة مثلا تنزين الكيك، او الكريمة اللي هيك منحطها فوق الجلو، لا، بدنا الكريمة تكون شوي يعني سموث اكتر ما انها تكون كتير جامدة، لانه اذا كانت كتير جامدة لما نضيف النكهات ونخلطها حتصير اجمد، وبعدين لما ندخلها على الفريزر ونطلعها ما حتكون بقوام البوزة اللي منجيبها من المحلات. هلأ مثل ما كنتم شايفين بالفيديو هوني هي كتير سائلة، اكيد نحنا ما بدنا اياها هيك لهالدرجة. حارجع اخفقها بالخلاط، وهلأ أنا عم بخفقها بدي أطلب منكم طلب تكتبولي تحت بالكومنتس أي نكهة من الآيس كريم أنتو بتحبوها أكتر شي، وأي نكهة من اللي أنا عملتهم هي كمان المفضلة عندكم. هلأ صار عندي الكريمة جاهزة، طلعوا كيف بتحسوها، هي سموث على شوي كثيفة، يعني هي عم بتلزق على الخفاقة بس بتحسوها طرية. هلأ اللي علينا نعمله انه نضيف النكهات. انا قررت مثل ما قلت لكم اني اعمل 3 نكهات. اول شي حطيت عندي بالوعاء هون شوي من الكريمة، وزدت عليها من اللوتس الدايب. اللوتس انا بحطه بوعاء فيه فوت على الميكروويف، وبسخنه شوي بالميكروويف لحد حتى يدوب. منضيف هاللوتس ومنصير نخفقهم بالملعقة، بقى في داعي نخفقهم على المكنة. وضفت عليهم شوي من البسكوي، حطيت أنا من الدايجستيف، أنتوا فيكن أكيد تحطوا من اللوتس، بس صراحة أنا ما كان فاضل عندي، كنت مفكرة أنه عندي من اللوتس طلع ما عندي فحطيت من الموجود، وصراحة طعمته كمان طلعت كتير طيبة، بس اللوتس بسكتس حيعزز طعمة اللوتس. بالأخير قررت زينهم بشوية من اللوتس الدايب، حطيت هيك على الوش مشان يطلع عندي شكل الوعاء مثل تبع محلات الايس كريم اللي منشوفهم، وكمان لما تعملوا السكوب بيطلع شكله للسكوب حلو، لانه حيطلع هيك مزين بالخطوط اللوتس. هيدا صار عنا اول نكهة جاهزة. تاني نكهة هي من النكهات المفضلة عندي، انا كتير بحب كل شي خاصه بالقهوة، فهيدا على نكهة القهوة. ضفت عليها للكريمة ملعقة كبيرة من نسكافيه الريد مونك. انا عزت فيكن تعوزوا النسكافيه العادي او حيا لبراند تاني، وحتى كمان فيكن تعوزوا الثري ان وان التو ان وان يلي بدكن اياه. مهم نكهة القهوة بس تكون سريعة الذوبان، ما فيكن تعوزوا القهوة يلي بنعمل فيها القهوة العربية او القهوة التركية اكيد. بعد ما هيدا خلطته مثل ما كنتوا شايفين، وكمان صارت عندي جاهزة. هلأ البلو بيري أنا سخنت شوي على الغاز، شوي من البلو بيري المجلد مع شوي من السكر، تصار عندي هيك. فيكن أنتو تعملوا مثلي، أو فيكن حتى تعوزوا المربى تبعت البلو بيري، وإذا بدكن كمان تعملوها على فراز فيكن تعملوا نفس الشي بالفراز، جيبوا الفراز المفرز أو يا أما حتى الطازة وتهرسوا وبتضيفوه على الكريمة. وكمان ضفت لها شوي من البسكت مشان أعملها على ستيل البلو بيري تشيز كيك. هون بهالمرحلة فيكن تضيفوا جبنة كريمية، بس
عنا قررت ما تضيف، حبيت خليها تكون شوي خفيفة ما كان بدي تقلها كتير. ولونها لهي البوزة صراحة المفضل عندي، لونها بيجي على موف بيربل، يعني ستيل هيك بتحسوا لونها بس خرج لحد يطلع عليه، لونها هيك اللافندر أنا كتير بحبه. وهلأ بضيف عليها من فوقها هيك شوي من البلو بيري الصوص اللي أنا حضرتها، واللي هي فيكم تعملوها نفسها بالجام أو يا أما مثل ما قلت لكم هيك بمقلية على النار، شوي من البلو بيري مع سكر، ومندلنا هيك بنطبخهم حتى يطلعوا الصوص اللي فيهم. عزت التوثبيك حتى عملت هالأشكال، وحطيت شوية قطع من البيريز على الوز ودخلتهم كلياتهم على الفريزر لليلة كاملة. بما أنه نحن عم نحضرها هي بالبيت وما عم نعوز المكنة تبعيت الآيس كريم، عم نعوز بس الخفاءة، لازم نحطها ليلة كاملة بالبراد. هيدا الشيء بالفريزر، سوري بالفريزر مش بالبراد، حنحطها ليلة كاملة بالفريزر يلي هي التلاجة. أوكي حنخلي ليلة كاملة، وبعد الليلة الكاملة بيصير فينا نقدمها. مثل ما كنت شايفين صار عنا الثلاث نكهات جاهزين وشكلهم بيشهي. حارجع عيد لأنه خربطت وما بدي عيد هيدا الاوديو كله من الأول. ليلة كاملة بالثلاجة، أوكي بالفريزر. يعني عندي هون نكهة اللوتس شكلها بيشهي وطعمتها أحلى، وعنا نكهة القهوة وعنا نكهة البلوبيري. حبلش أنا أول سكوب باللوتس. عندي أنا السكوب، إذا ما عندكم السكوب فيكم تعملوها بالملعقة ما بيأثر، المهم الواحد يأكل ويكون الطعمة لذيذة، هيدا صراحة أهم شيء. أول سكوب حأخذها مثل ما قلت لكم من اللوتس، وهلأ بتشوفوا لما أعمل السكوب حتصدقوني لما قلكم أنه مثل المطاعم ومثل المحلات وأطيب. طلعوا السكوب كيف تطلع بيرفكت، بتبرم معكم برمة كاملة. لما تبرم معكم البوزة هيك يعني هي عن جد بوزة وعن جد طعمتها حتكون لذيذة. هي أول سكوب عندي صارت جاهزة، حطها هون بالبول يلي بدي أقدمها فيه. حطيت من نكهة اللوتس بالأول، وبعدين تاني سكوب حأخذها من نكهة القهوة، وبعدين ححط اخر شيء من البلوبيري. النكهات اللي فيكم تعملوها كتيرة، فيكم تعملوا على فانيلا وتحطوا بشوي من كاسترد الباودر مع الكريمة، فيكم تعملوا على فريز مثل ما قلت لكم قبل، فيكم تعملوا مثلا اذا بتحبوا على نوتيلا بتذوبوا نوتيلا وبتضيفون، على شوكولا بتحطوا كاكاو مع الخليط، او فيكم حتى تذوبوا شوكولا وتحطوا حيال نكهة بتحبوها بتزيدوها، على كندر على اوريو كل شيء بيزبط. وكمان بهيد الوصفة نفسها فينا نعمل كثير وصفات، يعني فينا نعمل كمان وصفة الكاتو كلاسيه إذا بتحبوا عبالكم جرب لكم إياه، اكتبوا لي تحت كمان بالكومنت بركي بنحضره سوا قريبا. وهيك صارت عنا الوصفة جاهزة بوصفة واحدة، عملنا ثلاث نكهات من البوزة، وانتو بالبيت فيكم تتفننوا وتعملوا كمية كتير كبيرة من النكهات. وصفة بترضي الجميع وأكيد كتير حتحبوها خصوصا بهالطقس وبهالشوبات. جربوا هالوصفة عطوني رأيكم فيها، وصحتين وألف هنا، وأكيد ما تنسوا سبسكرايب لقناتي، فعلوا الجرس وحطوا لي كمان تحت شو رأيكم بهالوصفة، وبشوفكم أنا بفيديو جديد قريبا جدا. دلكن بالانتظار ويلا باي.